معكم عبد العالي الشو من دواري كروفلا جماعه تالك جونت اقليم دارودانت. وقع لينا الزلزال والناس هربوا، كاين اللي خرج كاين اللي بقى. الناس خرجوا كلشي للجنان ديك الساعه فاش وقع الزلزال، كلشي خرجوا للجنان. وعدد الضحايا 10 الوفيات. ودابا الناس راه كلشي خرج للجنان، فيه الدراري الصغار، فيه البنات، فيه العيالات. تما فين كيطيبوا الناس دابا؟ ما كاينش، كلشي الديور راه خواهم، كلشي السكان راه خواهم الديور، ما بقى والو. والكسيبه والمهم كلشي داكشي اللي عندهم راه بقى في الديور. الناس دابا كلشي في الجنان. حنا كان دابا كنعيشوا واحد الوضعيه ما شاء الله، وصافي ما عرفت كيفاش نقولها لك. ما تنوجه الرساله للمسؤولين باش يساعدوا هاد الدوار هذا، راه كلشي الحمد لله. راكم شفتوا راه كلشي مريب، وكلشي الناس تكرفسوا بزاف، والدراري الصغار دابا على حساب القرايه. وما شاء الله وصافي، ما عندي ما كيفاش نعبر لك. وراكم شفتوا دابا الديور راه كلشي مريب. دابا الناس راه مكرفسين هنا في الدوار ديال كروفلا، دوار كروفلا جماعه تالك جوندي اقليم دارودان. والناس راكم شفتوا، راه الناس دابا كاين في العيالات راه مكرفسين. كاينين دابا العيالات راه الحمد لله، راكم شفتوهم راه كلشي مكرفس، ما كاينش فين ينعسوا. القياطنا حتى القياطنا راه توصلنا بواحد العدد ما كافيناش، توصلنا ب 24. عندنا دابا في الدوار عندنا 7 الجروبات، كل جروب فيه العائله ديال كل جروب، حيت ما يمكنش تجمع العائله كلشي الدوار كامل، حيت على حساب الماكله وعلى حساب كلشي. عندنا الدوار فيه 7 الجروبات، كل جروب فيه، كاين الجروب فيه 76، كاين الجروب فيه 43، كاين الجروب فيه 23. المهم عندنا 7 الجروبات، العدد عندنا 454 على حساب المجموع ديال الدوار. وعلى حساب المساعدات توصلنا بشي حاجه، ولكن داك الشيء قليل على حساب حنا الدوار عندنا ديال كروفلا، حيت فيه الناس، فيه الاسره بزاف. داك الشيء اللي تيعطينا راه ما كافيناش. ايه هو داك الشيء اللي غنقول لك.